دعت عوائل وأسر قرية سماهيج بمحافظة المحرق كل من الخرفوش والسماهيجي والمطوع والحايكي إلى إيقاف التدخلات الخارجية وخاصة من النظام القطري في شؤون مملكة البحرين. وقالت العوائل في بيان إن البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى وشعبها المخلص قادرة على السير قدما في المشروع الإصلاحي الرائد لجلالته. وختمت العوائل بيانها بالتأكيد على أن البحرين عاصية على التدخلات الأجنبية بقوة قيادتها وشعبها.